وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد اوغلو. اهلا ومرحبا بك استاذ مصطفى. بدايه، زياره تيلرسون سبقتها حاله غضب كبيره من القياده التركيه حيال الولايات المتحده الامريكيه، كيف تقيمون هذه الزياره لانقره؟ يعني قبل الزياره كانت العلاقات التركيه الامريكيه في اسوء حالاتها، وكان هناك تقلق صراحه من كلا الطرفين وتصريحات من اجل هذا اللقاء. يعني اعرض الطرف التركي انه يعني بين خيارين، اما ان يكون هناك اتفاق جديد لترميم العلاقات واعاده الثقه بين الحليفين، واما فان العلاقات الامريكيه التركيه ستذهب الى منحى اخر لا تريد تركيا ان يعني تنفذ. يبدو ان اللقاء المطول الذي استمر اكثر من 3 ساعات والمدعوم بالتقارير والصور والحقائق مع الرئيس رجب طيب اردوغان اقنع الطرف الامريكي بان يكون هناك بدايه جديده مع تركيا، ويعني ايضا امريكا لا تستطيع ان يعني تستغني عن تركيا بهذه السهوله. لكن السؤال صراحة، ما هو يعني التزام بقية مراكز القوى مثلا البنتاغون أو البيت الأبيض بما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة لإعادة الثقة بين الطرفين؟ هنا السؤال يعني والمحك الأساسي، وهذا ما تريد تركيا، أن يعني تريد أن ترى أفعال وليس مجرد أقوال وتطمينات. لكن يبدو أن يعني الطرفين يعني يريدان حلحلة الأمور، إعادة الثقة صحيح، وتشكيل لجنة هو بداية خطوة جديدة. طيب، لكن أستاذ مصطفى، يعني الطرفين يريدان حلحلة الأمور، والمشكلة هنا هي هنالك الكثير من الملفات المعقدة المعلقة بين البلدين، من أهمها مثلا تسليح الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيا بي واي دي. إلى أي مدى ما ترون أن زيارة حلت هذا الأمر؟ يعني صحيح ان يعني هناك كثير من الملفات العالقه بخطوها التقريب، لكن اهم يعني هذه الامور هي ما تراه تركيا يهدد الامن القومي التركي بشكل مباشر، وهو يعني قوات الميليشيا الكرديه والسلاح يعني والدعم لنا متناهي من الاسلحه. اليوم عندما يكون البيان يعني يذكر بان يعني سيكون هناك اتفاق على عمل مشترك يعني ما بين الدولتين والتاكيد على وحده الاراضي السوريه وعدم ذكر البيادية في الختام البياني، كل هذه مؤشرات على انه ربما يكون هناك حلحله كثير. يعني هذه الامور ليس بشكل سريع ولكن ربما بشكل بطيء. اظن ان يعني امريكا لا تمانع يعني من ان تقوم بسحب قوات الميليشيات الكرديه من مدينه منبج، وطالما هناك يعني فكره ان تكون القوات الامريكيه والقوات التركيه باداره مدينه منبج، ربما هذا هو المخرج اليوم اللي يعني يحفظ ماء وجه الطرفين. طيب، ويحقق صراحه المطالب التركيه باخراج القوات يعني الميليشيات من مدينه منبج. مع التقدم الكبير الذي تحرزه عملية غصن الزيتون، تركيا مع المعارضة السورية، الولايات المتحدة مع البي واي دي، تيلرسون صرح أن بلاده وتركيا أهدافهم واحدة في عفرين، هل يفهم من هذا الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت موقفها من الأكراد الانفصاليين؟ لا اظن ان ذلك، ان يعني منذ بدايه مصر يعني عمليه الزيتون امريكا قالت بان مصطفى يعني عفرين ليست من مسؤوليه التحالف الدولي وانها غير معنيه في هذه المنطقه وانها لا تدعم القوات المتواجده في منطقه عفرين. هذه التصريحات السياسيه، لكن على ارض الواقع اليوم نرى هناك تغيرات يعني سريعه. اليوم هناك دعم ودخول عناصر الميليشيات الحمايه الكرديه من مناطق كثيره عبر المناطق التي سيطر عليها النظام السوري الى منطقه عفرين، فهناك تغيرات يوميه قد تحدث. لكن تركيا امريكا غير معنيه صراحه بمنطقه عفرين، والبيان يؤكد انها تتفهم القلق التركي. تركيا امريكا هي معنيه بشرق الفرات، تريد ان يكون هناك يعني اظن انها يعني عفرين ليست مهمه، وايضا نون يمكن التفاهم عليها واخراج الميليشيات الكرديه من منبج،
لكن الأهم بالنسبة لأمريكا هي ما شرق الفرات. إذا حصل هناك تفاهم مع تركيا فإن الأمور ستجري بنحو نحو أمور أكثر انسجاما من الطرفين. طيب إلى أي مدى يمكن أن تشكل زيارة تيلرسون صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد حالة الفتور التي شهدتها خلال العام الماضي؟ العلاقة القديمة ما بين البلدين لا يمكن أن تفرط أي منهما بهذه العلاقة بشكل سريع وسهل. تركيا دائما كانت تقول رغم فتور هذه العلاقات ورغم توتر هذه العلاقات أنها تريد أن يكون لديها عمل مشترك مع الحليف الأمريكي وليس مع الحليف الروسي. تركيا أجبرت إلى الاقتراب من روسيا بسبب التصرفات الأمريكية. هذا الأمر يتوقف على مدى التزام أمريكا، وعندما نقول أمريكا هو الدول في أمريكا البنتاغون والبيت الأبيض ووزارة الخارجية في تطبيق ما تم الاتفاق عليه أو ما تستطيع اللجنة التي سيتفق عليها أن تملي أو تلزم الأطراف بهذه الالتزامات. طبعا هناك خلافات عميقة، لكن هذا مؤشر على أن أمريكا أيضا شعرت بحاجتها بالدور التركي وبحاجتها إلى تركيا، وتركيا دائما تؤكد أنها لا تريد أن يكون هناك ابتعاد عن الحليف الذي تراه هو الأصل والاستراتيجي، وتريد أن يكون التعاون مع أمريكا وليس مع الدول الأخرى التي لا تثق فيها مثل إيران وروسيا. نعم، كان معنا الكاتب والمحلل السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أوغلو، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.